السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح ومساء الخير وحياكم الله، وإن شاء الله تكونون بخير وسعادة. طبعا في هذه الفيديو حين في الجزء الثاني من طريقة عمل المفرش راح نكمل مع بعض شلون نسوي هذه الوردة وشلون نركب هذه الوردات في المفرش والزوايا. فخلونا نشوف مع بعض شلون نسويهم. طبعا أنا راح أشتغل معكم الوردة بهذه الخيط اللي هو أليز بيبي بيست مع نفس السنارة اللي استخدمتها في عمل المفرش. طبعا اول وردة، اول شيء بنشتغل الوردات اللي يكونون في وسط المفرش مو في الزوايا. فالوردات اللي بشتغلهم في وسط المفرش لازم اسحب خيط طويل في البداية، هذه اخليه علشان يعني اخيط بالوردة على المفرش، اخليه في البداية الف خيطي، بعدين اسوي الحلقة السحرية وادخل اسحب سلسلة، اول شيء سلسلة علشان اثبت الحلقة بهاي الشكل. شوفوا عندي طرف طويل في البداية، بعدين سويت الحلقة السحرية، بعدين اشتغل 8 قرز حشو. هاي 1 2 3 4 5 6 7 و8. بعد ما خلصت من قرز الحشو الثمان اسحب الخيط عشان اقفل الدائرة من الوسط هاي الشكل، بس احاسب اني ما اقص الخيط اذا كان الخيط ضعيف. بعدين اروح حق قرزة الحشو الاولى في السطر اللي هي هني، واسوي قرزة منزلقة عشان اقفل دائرتي، اسوي قرزة منزلقة بهاي الشكل. بعدها برتفع 3 سلاسل، 1 2 3، الخيط الطويل هاي اللي في البداية ابعده علشان بخليه برع، ما ابي اخش تحت القرز، وبشتغل في نفس القرزة 4 اعمدة، 1 2 3، بعدين 4. هاي كل القرز اشتغلتهم في القرزة الاولى اللي ارتفعت فيها بالسلاسل، باعتبار ان ارتفاع السلاسل دي هو يعتبر اول قرزة في السطر، يعني اعتبره قرزة عمود بلفة الاولى. اسحب خيطي شوية كذي اطلعه من القرزة، اروح حق اول قرزة هني اللي هي ارتفاع السلاسل، ادخل في 3 سلسلة من فوق واخذ الحلقة هذه اللي سحبتها ومررها من خلال هذه القرزة، فطلعت عندي قرزة البوب كورن بهاي الشكل. بعدها اسوي 1 2 3 سلسلة، بعدين ارجع حق القرزة الثانية اللي يمها قرزة الحشو الثانية، واسوي فيها نفس الكلام قرزة بوب كورن ثانية. هاي 1 هذه 2 اعمدة، هاي 3 و4 و5، وكلهم يكونون في نفس القرزة، كلهم يكونون في نفس القرزة، 1 2 3 4 5. بعدين اسحب خيطي شوي كذي، اطلع الخيط شوي واروح حق اول قرزة منهم من 5 اعمدة، واسحب الخيط من خلال اول قرزة بهذه الشكل. هاي الشكل اسحب، يعني اخذ اخر قرزة من 5 قرز واسحبها من اول قرزة. بعدها اسوي 3 سلاسل، بعدها اكرر قرزة البوب كورن على 8 قرز حشو لين اوصل لنهاية الدور، اكمل قرز البوب كورن وارجع لكم مرة ثانية.
طبعا هني بعد ما كملت سويت 8 قرص بوب كورن، على كل قرصة حشو اسوي قرصة بوب كورن واحدة وتتبعها 3 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8. الحين سويت اخر واحدة اسوي وراها 1 2 3 سلاسل، واروح حق اول قرصة بوب كورن ادخل في منتصفها بهاي الشكل واسوي منزلقة، يعني اقفل الدور. بعدها اروح حق في بمنزلقة في مسافة السلاسل بهذا الشكل وارتفع بسلسلة، بعدين اسوي قرزة حشو، بعدها اسوي 5 سلاسل، بعدها اروح حق مسافة السلاسل اللي بعدها واسوي قرزة حشو، بعدين 5 سلاسل، بعدها اروح مسافة السلاسل واسوي قرزة حشو، واواصل بهذه الطريقة لين نهاية الدور، وبعدين أرجع لكم بالشكل النهائي للوردة. طبعا بيكون هذا شكل الوردة النهائي بعد ما خلصنا منها. طبعا مثل ما قلت لكم ان الوردة اللي بتكون على المفرش بيكون في طرف من البداية طرف طويل عشان اقدر اخيط الوردة على المفرش، اما اللي بيكونون في زوايا المفرش فبنكتفي بطرف اكثر من كذي بس بالنظفة من الداخل، لان احنا بنشتغل الوردات اللي في الزوايا بنشبكهم من الاطراف هذه من السلاسل. ف يعني بنشوف الحين شلون احنا بنسوي تشبيك مال الوردات اللي في الزوايا. طبعا عشان نركب الورود اول شي بنجيب المفرش، بنشوف المربع اللي نبغي مثلا نركب فيه الوردة، بتكون بنركب الإبرة الخيط في الإبرة وبني ناخذ الوردة بهذا الشكل. شوفوا هي هني في البداية الوردة 8 حشو وهني 8 حشو، بس يعني شنو بنشتغل احنا؟ بنشتغل بندخل شذي في الثمان، يعني في الحشوات في سطر بين الحشو سطر الحشوات والسطر اللي بعده، بنشتغل رايحين بهاي الشكل وراجعين وراجعين بنفس السطر. شوفوا هني ايضا راجعين بنفس السطر اللي فيه الوردات اللي هو بيكون سطر الحشو. نروح من للخلف لخلف القطعة بهاي الشكل ونرجع للامام، بعدين ندخل مرة ثانية لخلف القطعة على نفس السطر من القطعتين. شوفوا هني نطلع من أسطر الحشو ونرجع ندخل بنفس السطر ونطلع منه في الجهة الثانية في نفس السطر لين نخلص، يعني نخيط الوسط مال الوردة كامل في الوحدة المربعة، في هاي الوحدة المربعة في نفس السطر اللي هو السطر الأول. شوفوا رايحة ردة للخلف وللأمام على نفس السطر عشان بس يتخيط عندي الوسط. اما اذا انتم حابين تخيطونها من الطرف اللي برا على القطعة فيعني لكم حرية الاختيار وين تشبكون وين تخيطون. شوفوا بهاي الشكل الحين هني اخر طلعة للأمام وبرجع للخلف وخلاص، يعني بقفل في الخلف بهذا الشكل. وصلنا لآخر شيء، يعني افتريت على المكان كامل هني بشكل دائري على القطعتين. فالحين هني بقفل بالخياطة، يعني اقفل بهالشكل خيطي ذي ما اقصه، انا ادخل فيه بين القرز بهاي الشكل افتر فيه في هاي السطر، هاي السطر يعني هاي اسفل السطر الثاني ادخل فيه كذي افتر بالخيط مالي عشان اامن الخيط انه ما يكون قصير داخل القطعة وبعدين عادي انه تفرط او يطلع.
شايفين افتريت فيه كامل، بعد نفس الشيء كذي بلف كامل لين ارجع للبداية وبعدين بقطع الخيط بهذا الشكل. ان شاء الله تكون الشكل يعني واضح لكم. بهاي الشكل احنا شلون يعني ثبتنا الوردات اللي في وسط المفرش. طبعا في شرح الاحجام انا حددت المكان اللي فيه الوردات اللي في الوسط انه يكونون في هذه المربعات، بس لما جيت اشتغل لقيت ان الزوايا ورود والمربعات اللي بيكونون في الزوايا تحت الزوايا هم اللي فيهم ورود، فقمت عكست خليتهم في هذه الاتجاهات. تمام، الحين اني حك الورود اللي بيكونون في الزوايا. طبعا بنشتغل مع بعض الحين في هذه الزاوية، لا بنخليها كذي، بنشتغل مع بعض في هذه الزاوية. تمام، شوفوا هاي الزاوية الأولى. طبعا بكون اشتغلت السطر الأول والثاني من الوردة والخيط اللي في البداية بيكون قصير وبداري بين القرز، وانا اشتغل السطر الثاني عشان ما احتاج اني انظف. تمام، الحين بدخل هني في مسافة السلاسل بقرزة منزلقة وبطلع بسلسلة وبسوي في نفس المكان قرزة حشو. انا بشبك الحين من اول يعني قوس بسوي بالسلاسل بشبك فيه مباشرة، فبسوي سلسلتين، هما خمس سلاسل، فبسوي انا سلسلتين، واحد اثنين، وبروح حق شوفوا هني الضلع فيه اربع اقواس، واحد اثنين ثلاث اربع، بترك اللي فوق هني وبترك اللي فوق، بروح حق الثالث، بدخل في الثالث هني، بدخل في الثالث هني، بسوي قرزة حشو، بعدين بسوي اثنين سلسلة، وبرجع في الوردة وبسوي الحشو الثانية في الفراغ الثاني. يعني شبكت طرف واحد الحين في القوس الثالث، قوس الزوايا ما بنشتغل فيه. بسوي الحين بعد واحد اثنين سلسلة، وبشبك القوس الثاني في القوس اللي هني هاي الثاني، هاي القوس الثاني شبكته مع القوس الثاني من الوردة، وبعدين اسوي سلسلتين عشان اكمل شنو خمس قرز سلسلة هني. فبروح الحين بسوي قرزة حشو في الفراق السلاسل اللي وراه. حين الفراق السلاسل اللي هني بسوي كامل، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، وبسوي حشو في الفراق اللي وراه. طبعا هذي القوس بيكون القوس اللي مجابل هني تجمع الزوايا، فما بشبكه وياهم بخليه كذي. تمام، الحين بسوي بعد سلسلتين وبرجع حق المربع اللي في الجهة الثانية وبشبك في القوس الأول اللي هني من الأقواس اللي في الأضلاع اللي هني، القوس الأول شوفوا واحد اثنين ثلاثة أربعة، هذي القوس الأول اللي مجابلني في الوردة. نلف شوي المفرش كذي عشان الزاوية تلف معانا. شوفوا الحين سوي سلسلتين، بشبك بقرزة حشو هني في القوس الأول بهاي الشكل، وبعدين أكمل السلسلتين وبروح هني في القوس اللي في الفراق اللي بعده بسوي حشو في الوردة، بعدين ارتفع سلسلتين أيضا، واحد اثنين اثنين، بعدين اروح حق القوس الثاني اللي هني، القوس الثاني، واشبك فيه القوس اللي في الوردة بقرزة حشو
هاي الشكل، بعدين اسوي سلسلتين وارجع اكمل الحشو في الوردة، واكمل باقي الاقواس اللي في الوردة نفس الاقواس العادية اللي اشتغلناها في الوردات اللي قبل، 1 2 3 4 5، واسوي حشو في الفراق اللي بعده. يعني اسوي الحين 1 2 3 4 5 وحشو في الفراق اللي وراه، بعدين 1 2 3 4 4 5، بعدين بيكون هذه اخر قوس، فبشبكه في قرزة الحشو اللي بديناها في بداية السطر، وبعدين اقفل شغلي هاي الشكل. سوي سلسلة واقص الخيط، وطبعا هي ما بننظف الا بعد ما نخلص الوردة. بعد ما خلصنا الوردة نروح ننظفها من الخلف. الحين هذي سوينا وردة واحدة في الزاوية، الحين نشوف شلون مع بعض بنكمل باقي الوردات. الحين بعد اي وردة ثانية اجيب الوردة الثانية، وطبعا ايضا بكون خلصة من السطر الاول والثاني اللي هو سطر البوب كورن، وبشتغل فقط سطر الاقواس، فبدخل في فراق السلاسل هني وبسحب بسوي منزلقة، وبعدين بسحب سلسلة وبسوي قرزة حشو. حين هني شوفوا هاي القوس اللي مشبوك، بروح حق القوس اللي وراه مباشرة. القوس اللي مشبوك هني بروح حق اللي وراه مباشرة، بسوي سلسلتين 1 2، وبروح حق الوردة هني، بروح حق الوردة هني وباخذ القوس. شوفوا هني مشبوك وهاي اللي وراه مباشرة، بدخل فيه وبشبك بقرزة حشو، بشبك في قرزة حشو بهاي الشكل. بعدين بسوي سلسلتين وبرجع في الفراق هني بسوي حشو، بعدين برجع اسوي سلسلتين واروح حق الفراق اللي هني في المفرش نفس الوحدات المربعة، هاي هني اللي شبكناه واللي وراه مباشرة، ارجع اشبك فيه بعد مرة ثانية بس الوردة الثانية بهاي الشكل. بعدين سلسلتين 1 2، بعدين اروح حق الوردة واروح في الفراق اللي فيها واسوي حشو، بعدين سلسلتين واشبك هني في اخر واحد الفراق مال القوس مال الوحدة المربعة الاخير، واشبك فيه بقرزة حشو اخر ثالث بتلة من الوردة بهاي الشكل. بعدين اسوي سلسلتين واروح حق الفراق في الوردة واكمل القوس واشبكه بحشو، وبهذه انا شبكت الوردة الثانية، كملت من تشبيكها في المفرش. بس اكمل باقي الاقواس مالتها بشكل عادي. خلنا نشوف شلون الحين بنكمل بس الاقواس، 1 2 3 4 5، واروح في الفراغ اسوي حشو، 1 2 3 4 5، واروح في الفراغ اسوي حشو، 1 2 3 4 5، واروح في الفراغ واسوي حشو، 1 2 3 4 5،
وفي الفراغ اسوي حشو. وهذه اخر واحد، 1 2 3 3 4 5، واروح اسوي حشو، اسوي منزلقة في اول غرزة حشو في السطر بهذا الشكل. سويت منزلقة، بسوي بقفل شغلي بسلسلة واسحب الخيط كامل. خلاص هذه نكون كملنا تشبيك الوردة الثانية. الحين باقي وردة واحدة، الحين باقي الوردة الثالثة اللي بشبكها في الزاوية. وطبعا ايضا الوردة الثالثة اشتغلت السطر الاول والثاني، والحين ابتدي اشتغل معاكم السطر اللي فيه الاقواس. بدخل في فراغ السلاسل بمنزلقة وبسوي سلسلة وبسوي غرزة حشو هاي الشكل. بسوي 5 سلاسل 3 سلسلتين 1 2، وبروح حق المفرش هني بشتغل في هني سلاسل الزاوية اتركها، وهذولين السلاسل هم اللي بشتغل فيهم. فبشبك الحين اول واحدة في اول قوس هني، بشتغل اول قوس بشبك فيه بغرزة حشو هاي 1 2 سلاسل، وارجع في الوردة واشبك في الفراغ اللي بعده بغرزة حشو ايضا. بعدين اسوي سلسلتين واروح في حق القوس الثاني. شوفوا القوس الاول شبكنا فيه، الحين بروح حق شبكنا في القوس الاول، الحين بروح حق القوس الثاني وبدخل في القوس الثاني من الوحدات وبشبك بعد هاي الشكل، وبسوي سلسلتين وبروح في الفراغ في الوردة وبشبك فيه بحشو. هنا هني هني اخر يعني اللي شبكناه، بنشبك القوس اللي حنا نسويه مع القوس اللي مباشرة ورا المشبوك. فبسوي سلسلتين 1 2، وبروح حق القوس اللي في الوردة وبشبكه بغرزة حشو، وبسوي عقبة سلسلتين وبرجع في وردتي بهذا الشكل وبسوي غرزة حشو. فبيصير معاي بهذا الشكل، لحظة، بيصير معاي شوفوا بهذا الشكل، تمام. الحين بسوي قوس عادي بالخمسة سلاسل، 1 2 3 4 5، وبسوي حشو، تمام. الحين هني صار عندنا قوس هني، بعد القوس المشبوك في قوس هني، وهني بعد في قوس. الحين تشوفوا هاي القوس اللي بعده هني مع القوس اللي احنا بسويه بنشبكهم مع بعض. الحين بسوي سلسلتين 1 2، شوفوا الحين هذي القوس بخليه بتركه، هاي المشبوك هني معاه، وهذي اللي بروح بشتغل هذي اخر واحد مشبوك معاه، هذي بتركه بروح حق اللي وراه هني. نفس الشيء هني تركت واحد، سويت قوس هني وتركته، الحين بروح حق اللي بعده هو اللي بشبكه. فبروح باخذ هذي القوس وبروح حق القوس هذي اللي هني وبشبكه بغرزة حشو. بعدين سلسلتين واكمل القوس واسوي يعني الحشو عشان اقفل القوس هاي الشكل. شو شلون صار عندي هني 3 اقواس متقابلة بس مو مشبوكة، واضح؟
يعني الحين هني هاي خلنا ادخل الخيط شوي كذي عشان ما يبين. في ثلاث اقواس هني متقابلين في زاوية بس مو مشبوكين، اللي وراهم هني مشبوك. تمام، الحين نخلص الاقواس بشكل عادي. واحد اثنين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وهذه القوس اللي وراء الفراق اللي وراء أسوي فيه حشو، وبعدين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وحشو في الفراق اللي بعده. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة خمسة، هذه آخر قوس، فبنسوي منزلقة في الحشو اللي بدلنا فيه السطر بهذا الشكل. بعدين أقفل بسلسلة وأسحب خيطي. بهذه أكون كملت عمل الزاوية، فتطلع معانا الزاوية بهذا الشكل. وطبعا أكمل باقي الزوايا بنفس هذه الطريقة وارجع لكم بالمفرش بالشكل النهائي. تمام، وطبعا بعد ما ثبت كل الوردات في الزوايا واللي في وسط المفرش، طبعا هذه طلع معاي شكل المفرش النهائي بعد ما نظفت ايضا الخيوط وفردت المفرش. طبعا احب الحين معاكم ان انا اشوف كم طلع عندي مقاس المفرش. طبعا من هني لحد هني طلع عندي المفرش مقاسه 43 سنتي. طبعا هو لازم يكون 43 في الطول وفي العرض ايضا. طبعا طلع نفس المقاس في الطول والعرض. وطبعا وان شاء الله اكون وفقت في شرح طريقة هذه المفرش. واذا عجبكم المفرش لا تنسون تسوون اشتراك حق قناتي، وايضا لا تنسون اللايك والتعليقات البناءة. واشكركم على المتابعة، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ومع السلامة.